18 لقاءات دور ال 32 في بطولة كاس مصر ان شاء الله. النهارده طبعا يعني خبر مفرح لجماهير الكرة المصرية، وهو عودة الجماهير الى ملاعبنا تاني والى بطولة الدوري الممتاز. النهارده كان في اجتماع ما بين بعض المسؤولين في وزارة الداخلية على رأسهم وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، مع المسؤولين في اتحاد الكرة المصري الاستاذ جمال علام، الاستاذ ثروت العميد ثروت سليم المدير التنفيذي، كابتن عزمي مجاهد، وتم الاتفاق على عوده الجماهير الى ملاعبنا. طبعا مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه كان ليه دخل كبير جدا في عوده الجماهير الى بطوله الدوري الممتاز. خلاص اتفقوا ان هم هيرجعوا الجماهير بدايه من شهر فبراير القادم ان شاء الله، مع بدايه الدور الثاني. اتفقوا على بعض الاتفاقات، يعني حاجات كده ترتيبيه او تنظيميه لعوده الجماهير. هيكون الماتشات اللي هتتلعب عليها على ملاعب استاد القاهره واستاد الدفاع الجوي وبرج العرب والمقاولين العرب هيحضر 10,000 متفرج، وال 10,000 متفرج اللي هيحضروا هيكونوا الجماهير بتاعه صاحب الملعب. يعني مثلا الاهلي بيلعب مثلا مع المقصه في استاد القاهره، اللي هيحضروا في استاد القاهره 10,000 متفرج اهلاوي، يعني جماهير الفريق صاحب الملعب هي بس اللي هتحضر. بالنسبة لبقية الملاعب يعني مثلا زي استاد اسكندرية، زي استاد الفيوم، استاد اسماعيلية، بقية الاستادات، استاد السويس، الجماهير اللي هتحضر 5,000 مش 10، 5,000 فقط. والماتشات الشعبية يعني الماتشات اللي فيها فرق شعبية زي مثلا الأهلي والزمالك، أو الزمالك والإسماعيلي، أو الأهلي والإسماعيلي، أو المصري والاتحاد، أو الأهلي والمصري، أو الأهلي والاتحاد، أو الزمالك والاتحاد، ما فيهاش جماهير. الماتشات الشعبيه دي الانديه الشعبيه اللي لما يكون في مباراه طرفها الاثنين انديه شعبيه مش هيكون فيها جماهير. وتم الاتفاق برضو ان هيتم تسكين لقاءات يوم الجمعه. كنتوا عارفين الفتره اللي فاتت كان الماتشات ما بتتلعبش خالص يوم الجمعه في بطوله الدوري. اتفقوا تاني ان هو الامن اتفق مع اتحاد الكوره ان هيتم تاني عوده الماتشات الى ايام الجمعه من كل اسبوع ان شاء الله. ومعايا على التليفون الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، الله يكون في عونه بقى الفتره الجايه، هيسكن الماتشات ويشوف ماتشات الاهلي وسموحه والزمالك وبتروجيت في بطولات افريقيا مع بدايه الدور الثاني، مع ارتباطات المنتخبات الوطنيه. عنده جدول مستحكم جدا الفتره اللي جايه. وخلي بالكم برضو اللي هيساعد الحاج عامر حسين ان منتخب مصر ما وصلش لبطوله امم افريقيا، فهيبقى عنده برضو مساحه من الوقت اللي اتلعب فيه الدور الثاني بشكل مريح في الفتره القادمه ان شاء الله. نروح للحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. حاج عامر ازاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وانت طيب. كله تمام حضرتك، الله يخليك. كله تمام تمام الحمد لله. حضرتك طبعا عرفت جميع الترتيبات بقى بالنسبه للدور الثاني وماتشات الاهلي وسموحه في افريقيا والزمالك وبتروجيت في الكونفدراليه، مستني انت المواعيد عشان تبدا تسكن الماتشات. هي المواعيد عندي، بس بكره القرعه مستنيها علشان اعرف مين بيلعب بره مين بيلعب جوه، مين هيلعب تمهيدي مين مش هيلعب. طيب برضو الرد بتاع المنتخب الاولمبي على تاجيل المباراه بتاعت كينيا. ايوه لسه ما ردش عليها الاتحاد الافريقي. هتتلعب 21 في نفس التوقيت مباراه السوبر بتاعت الاهلي، ولا هتتاجل ليوم 27 بناء على طلب اتحاد الكوره والمنتخب الاولمبي. فمستني الامور ديت ان شاء الله عشان نطلع المؤجلات والاسبوعين اللي فاضلين من الدور الاول والدور الثاني بالظبط حتى نهايه الموسم طبعا. فهي بس الحاجه الوحيده المتحدده اللي هو طيب. التجمع بتاع منتخب الاولمبي اللي هو من 8 ل 18. ده هيتلعب فيه بقى من 8 ل 18 ده دور ال 32 في بطوله الكاس. دور ال 32 ان شاء الله هيتلعب يوم يوم كام بقى؟ هيبدا 12 مثلا ولا 13؟ يعني في الحدود ديت ممكن نعمل القرعه، يعني نبدا من يوم 14 ممكن 14 15. عشان الفرق تبقى خدت راحه ما بعد يوم 8، ان يعني في فرقه هتلعب يوم 8 في الدوري. ياخدوا راحه كافيه لو في برضه اجراءات لعيبه للسجل صح بالظبط ياخد في يناير، يبقى برضه مهله كفايه. هتتلعب مثلا 14 15 16 مثلا ممكن. لا ممكن نوصل لغايه يوم 18 ما فيش مشكله. تمام تمام، يعني نبقى براحتنا ان عدد المباريات هتبقى كتير 16 مباراه بالظبط، هتتوزعوا على اربع ايام مثلا، نوزعهم عشان برضه النقل التلفزيوني لحد صح يبقى الناس كلها مرتاحه. طيب ما كانش مش كان في اعتراض من بعض الانديه على اللعب بدون لعيبه المنتخب الاولمبي زي الاهلي والزمالك؟ لا ما حدش اعترض خالص، ما حدش اعترض بشكل رسمي. لا ما فيش حد اعترض على اعتراض على حاجه، ده كان كله بيتقال كده. انما طبعا هم لسه ما حدش عارف، لان المنتخب الاولمبي انت 32 حضرتك عارف ان يعني بيبقى في احتمالين، اهلي والزمالك هيلعبوا او مش هيلعبوا في الدور دوت، نمره واحد. نمره اثنين لما بيلعبوا بس اهلي وزمالك هيلعبوا في دور ال 32
ممكن يلعبوا ممكن يلعبوش لسه لغايه دلوقتي القرعه لسه لسه بشكل نهائي ما قررناش. الناحيه الثانيه لما يجي يلعبوا بيلعبوا مع نادي من القسم الثاني، ما ينفعش ان حد يعترض هيلعب نادي من القسم الثاني عشان اثنين ثلاث لعيبه منتخب الاولمبي اي مع كم اللعيبه اللي موجود في الانديه دوت، هي اللي صعب يعني الاعتراض يعني. طيب احنا لما نوصل ليوم 8 يناير هيبقى ناقص اسبوعين في الدور الاول، تمام هيبقى ناقصين ما تلعبوش، هيتلعبوا امتى بقى في اخر يناير؟ وفي مؤجلات مؤجلات للنادي الاهلي، هيبقى في ثلاث مؤجلات. هتسكر المؤجلات امتى بقى؟ والله على حسب القرعة بكره، عشان كده يعني عايز استغل كل حاجه تفيدني في نكسب وقت. ايوه يعني دي بتبان في القرعه ان الاهلي غالبا طبعا مش هيلعب في التمهيد غالبا، لان برضه لازم اتاكد لبكره اعرف مين هيلعب بره ومين جوه عشان اقدر صح ادي له الراحه الكافيه. وقال لما اللي بيلعب بره ده كمان بيلعب في بلد من البلاد اللي هو بيروح لها في 18 ساعه ولا بلد قريب من صح شمال افريقيا بيروح في 3 ساعات وفي طيران منتظم كل يوم، يعني دي بتفرق كتير قوي. انا بحط الجدول عشان اكثر ان شاء الله يوم لاي فريق. طيب بدايه الدور الثاني هتبقى في شهر فبراير ان شاء الله، يعني تقريبا هيبقى في اوائل فبراير ان شاء الله، في اوائل فبراير بدايه الدور الثاني. طب المفروض الدوري يخلص امتى بقى يا حاج عامر؟ ولا لو الامور ماشيه طبيعيه يعني، عشان في طبعا انتخابات البرلمانيه برضو اتكلمنا فيها النهارده، لو الامور ماشيه طبيعيه ان شاء الله على نص سبعة. نص سبعة يا لان طبعا حضرتك ده متاخر قوي، بتقول ان مفيش الجدول يعني رايق عشان مفيش امم افريقيه. لا حضرتك لو حسبت الامم الافريقيه كانت من 17 7 فبراير، انما احنا واخدين من 8 ل 18 عشان المنتخب الاولمبي طيب المعتمد على. بس ده كده كتير قوي، انا قلت الدوري هيخلص في شهر 6 ولا حاجه. لا صعب، الدوري طويل جدا، وبعدين حضرتك لازم تعمل حساب الارتباطات الانديه، لانك انت لما بتاجل مباراه النادي في افريقيا كانك اجلت اسبوع. ايوه فشوف كم دور هيلعبوه الاربع انديه، ومين فيهم هيوصل للدور ال 16 قبل دور المجموعات، ومين مش هيوصل. عشان ده كده هيخلص بقى الدوري مع 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 العيد مثلا. احنا هنحاول نخلصه قبل العيد طبعا، قبل العيد. والعيد المفروض يعني رمضان السنه دي هيجي امتى؟ في اخر شهر 6؟ في اخر 6 في اخر 6 يعني ان شاء الله خير، يعني يخلص برضه مع ال ما احنا لازم مع العيد عشان الناس بقى تصيف وكده، عشان يبقى في فرق يعني ما بين الموسمين. الموسم اللي بعديه ممكن نبدا متاخر شويه يعني. بالظبط بالظبط، انما احنا لازم نخلص من حته ال 20 نادي والعدد الكبير بتاع الانديه. ما هو السنه الجايه هيبقوا 18 بقى ان شاء الله. هيبقوا 18 ان شاء الله، وانا شايف ان هو 18 برضه كتير في الدوري المصري، بس كويس 18 كويس مش وحش يعني، افضل من افضل من 20. عندنا ارتباطات كتيره يا كابتن كريم، خاصه ان المنتخب بيعتمد على اللعيبه المحليين غير بيت الدول، فبتضطر يطلب توقفات كتيره، وعشان توافق له على التوقفات الطويله ديت عشان يجمع اللعيبه بتاخد وقت طويل. تمام، خاصه ان الامم الافريقيه دايما بيجي لك في نص الموسم غير بعض الدول في افريقيا. ايوه، وغير طبعا الدوريات الاوروبيه دايما بيلعبوا بطوله الامم الاوروبيه بعد الدوريات الاوروبيه في الصيف. انت هنا دايما بطوله امم افريقيا بتجي لك في نص الموسم، تاخد منك وقت طويل جدا وتصفيات كتيره، وبعدين حضرتك بتتكلم اهو في منتخب اولمبي، حد الدولي دايما ما يحطوش في الاجنده الدوليه عنده. ايوه مش حد يوقف عشان منتخب اولمبي. احنا بيطلب المديرين المنتخب انك انت لازم توقف عشان الانديه تعمل مشاكل لاتحاد الكوره عشان مش عايز يودي اللعيبه. يعني احنا ظروفنا متغيره تماما، فكل ما العدد يبقى اقل في الدوري العام هتريح المنتخبات وتريح الارتباطات. طيب دي كلها. طيب حاج عامر، عملتوا لائحه جديده بالنسبه للجماهير لو في اي مخالفات من الجماهير، او يعني الجماهير اللي هتحضر بقى مع بدايه الدور الثاني عاملين عقوبات صارمه عشان برضو نمنع بقى ظاهره الشغب واي مشاكل جماهيريه؟ والله بعد اجتماع النهارده اللي حضرناه من كلام على وزير الرياضه ووزير الداخليه، والحقيقه طبعا لازم نشكرهم شكر كتير، لان كان عندهم حماس وروح ان الامور ترجع طبيعيه. أي. على قد ما نقدر. لازم طبعا نساعدهم كمان، يبقى احنا في المنظومه بتاعتنا المفروض ان احنا نساعد اكتر عشان نتجاوب مع الرغبه بتاعتهم، فنغير اللائحه طبعا ويبقى فيها عقوبات شديده على كل السلوك الغير رياضي للجمهور، سواء العاب ناريه سواء السباب الجماعي السياسي او عنصري او اللافتات او محاوله دخول اكثر من العدد اللي اتحدد اللي هي 10,000 واربع استادات الكبيره وخمسه الاستادات الاخرى الملاعب الاخرى. فعشان كده لازم طبعا العقوبات تبقى شديده، واغلب العقوبات ان شاء الله التصور اللي في دماغي انا اللي هعرضه على لجنه الانديه ومجلس الاداره ان هو يبقى اللعب بدون جمهور، هنبعد عن الحته الماليه ديت.
لان حتى الملاهي ديت الانديه الانديه هي اللي يعني هي اللي ترجع تشتكي بالظبط مش الجماهير بتضر الحقيقه صح وما بتجيبش نتيجه فاحنا نحملها لاصحاب المشكله لو حد عمل مشكله خلاص هو يتحمل يعني الناس كلها بتجري عشان الجمهور يرجع فلو هم بقى شايفين ان عايزين يعملوا مشاكل عشان يمنع تاني الجمهور خلاص هم يتحملوا نتيجه العمل دوت انما الانديه ما عندهاش ما يكفيها ان هي تدفع شفنا الاهلي بيدفع غرامات قد ايه للاتحاد الافريقي عمال يتخصم منه بدل ما يجري ياخد بطوله عشان ياخد مكافئات بتتخصم نصها من الشماريخ ومن الالعاب الناريه والحاجات دي بالظبط بالظبط تمام بالتوفيق يا حاج عامر ان شاء الله وبكره مهمه كمان يا كابتن كريم بشكر برضه وزير الداخليه عليها وزاره الداخليه كلها طبعا حته ان لما يعمل يلعب دلوقتي يوم جمعه في بعض المحافظات الاسماعيليه السويس دمنهور مباراه الجونه القاهره في بيتر سبورت ممكن نلعب مباراه يوم الجمعه يبقى في ملعب بيتر سبورت ودي برضه خطوه من الخطوات اللي شايفها كويسه العوده للجدول او الدوري الطبيعي بتاعنا ان شاء الله باذن الله بشكرك يا حاج عامر وبالتوفيق ان شاء الله ويعني ان شاء الله تبقى الدور الثاني وبطوله الدوري ماشيه بشكل منتظم في الفتره القادمه. طيب هنروح نشوف تقرير سريع مع الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري والعميد ثروت سويلم بعد الاجتماع النهارده مع وزاره الداخليه وعوده الجماهير الى ملاعبنا في بطوله الدوري الممتاز. نشوف التقرير ونرجع نكمل مع بعض في كره كل يوم. تم النهارده اللقاء كان اتحدد لي ورحنا انا ومعايا عامر حسين رئيس لجنه المسابقات ومعايا المدير التنفيذي العميد ثروت وهناك مع القيادات الامنيه مع بحضور السيد وزير الرياضه وقيادات وزاره الرياضه كلمنا مع السيد الوزير قال لي اقتراحاتكم فقلنا له ان احنا عايزين نرجع الجماهير طب ممكن الطريقه تمشي ازاي والاقتراح يمشي ازاي قلنا لهم يعني في عندنا كذا حل في ممكن ندخل عدد قليل من الجماهير سواء من الفريقين او ندخل جماهير لصاحب الارض وتحدد له عدد ويبقى هو مسؤول عنه سواء النادي او الجماهير نفسها مسؤوله عنها. ملنا للاقتراح ده وتحددت ان يعني المباريات هتتلعب ان شاء الله بجماهير في اربع استادات موجوده زي استاد القاهره واستاد المقاولين العرب وزي برج القاهره والدفاع الجوي عنده برج العرب والمقاولين العرب عنده يعني استيعاب كتير جدا للجماهير فطبعا حددنا ان هيبقى في 10,000 متفرج في المباراه دي الملاعب دي باقي الملاعب 5,000 كبدايه لصاحب الارض. تطرقنا تاني ان احنا في عندنا عنصر تكافؤ الفرص ان في انديه جماهيريه هي 6 انديه جماهيريه الست انديه الجماهيريه دي اتلعبت مباريات الدور الاول بدون جماهير لما تلعب المباراه الثانيه بجماهير فيبقى كده في ميزه اديتها لصاحب الارض اللي هو جماهيري. قلنا له خلاص يبقى احنا دي هنطبق عليهم عدم وجود جماهير عشان يبقى فيها تكافؤ فرص. باقي الانديه عادي ما فيش مشكله. تطرقنا ان احنا يوم الجمعه ما بنلعبش مباريات ودي كانت بدره كويسه من وزاره الداخليه ان هم قالوا لنا يوم الجمعه ما عندناش مشكله برضه تلعبوا مباريات. خطوه او الكوره بالنسبه للجمهور تعمل لك كل حاجه زي ما انت عاوز تحضر ماتشاتك مطلوب انك انت تحافظ على القرار ده تحافظ على انك انت استمراريه القرار لان حضرتك زي ما انت عارف يعني وزارة الداخلية بتديك الفرصة لازم تلتزم لازم في انضباط والتزام بتحديد الساعة اللي اتحددت او العدد المحدد للجمهور حدد 4 ملاعب استاد القاهرة والدفاع الجوي وبرج العرب والمولين العرب 10,000 متفرج بقية الملاعب كلها 5,000 حاجة محترمة جدا قرار محترم جدا قرار يبين ان وزارة الداخلية والامن استرد عافيته في ثقة في النفس بنتمنى من الجمهور المحترم جمهور الكورة يحافظ على القرار ده لانك انت برضو انت هتبقى صاحب استمرارية القرار او عدمه لان في ضوابط يعني حاجة مهمة جدا يا كابتن شادي ان الكابتن عامر حسين كلف رسميا من اللجنة او من الاجتماع النهاردة اعادة تفعيل دور اللائحة في لائحة المسابقات يعني هيبقى في ضوابط معينة هيبقى في عقوبات جدا مشددة جدا هينجم عنها برضو ان الجمهور
المسيء او جمهور اللي مش هيلتزم هيحرم تاني من حضور المباريات.